السلام عليكم أطفال الصغار، كيف حالكم؟ إن شاء الله في هذه الحصة سنتعرف على حكايتنا جيدا. وأولا وقبل كل شيء سنقوم بطقوسنا الاعتيادية. سنحدد معا تاريخ اليوم، فكما ترون يا أطفالي هنا البارحة الاثنين، اليوم الثلاثاء 12 شهر ماي 2020. أما بالنسبة للفصول الأربعة يا أطفالي الصغار، انظروا جيدا، في السنة أربعة فصول: فصل الصيف، فصل الخريف، يليه فصل الشتاء، ثم فصل الربيع الذي نحن الآن فيه هو فصل الربيع، ومظاهره تتجلى في أن تصير الطبيعة خضراء مكسوة بالزهور، وتطير الفراشات، ويصير الجو معتدلا. هذه هي فصول أربعة يا أطفال. أما بالنسبة لحالة الطقس فكما ترون على النافذة يا صغاري، الجو مشمس. نعم أحسنتم يا أبطال. الآن يا صغار لنا عودة مع حكايتنا، استمعوا جيدا. فاروق لا يلعب. في كل يوم عطلة يتجمع الأطفال في الحديقة، يتقادفون الكرة ويلعبون الغميضة ويتأرجحون في الأرجوحة. وكان فاروق الفقير يقعد بعيدا تحت شجرة وحيدا يشاهد الأطفال يلعبون، وفي قلبه حسرة وفي عينه دمع. ذات مرة اقتربت الطفلة كوكب منه وقالت له: أتسمح لي بالجلوس؟ فأجابها: تفضلي. كفكفت كوكب دمعه ثم قالت له: لقد أنهيت قراءتي للحكاية، سأمر للحوار. فكما ترون يا أطفالي الصغار، هنا كوكب تعطي لوحة رقمية لفاروق، لكن فاروق لا يريدها، بل يريد صحبة، يريد أطفال. استمعوا يا أبطال. كوكب الصديقة: لما لا تشارك الأطفال لعبهم؟ إنهم لا يهتمون بي. لا بأس، أنا سأهتم بك، هاك لوحتي الرقمية لك مني هدية. شكرا لك، أنا أريد لعبة لا أريد صحبة. حسنا، من الآن أنا صديقتك وسأعرفك بأصدقائي في الروضة. أصدقاء جدد، يا للروعة! ومتى؟ غدا بحول الله، وستمثل معنا مسرحية في حفل نهاية السنة. إذن يا أبطال الصغار، سأسألكم بعض الأسئلة وسأنتظر إجابتكم عليها في الواتساب. من كان يجلس تحت الشجرة وحيدا؟ من أتت إليه؟ نعم، إذن ماذا قالت له؟ قالت له: لما لا تشارك الأطفال لعبهم؟ ماذا أجابها فاروق؟ نعم يا أطفالي، سأنتظر إجابتكم على الواتساب. إذن ماذا أعطت كوكب لفاروق؟ نعم، هل شكرها؟ نعم شكرها يا أطفال. إذن غدا ماذا اقترحت عليه كوكب؟ أنه سيمثل معها مسرحية في حفل نهاية السنة. أين كان الأطفال؟ نعم يا صغاري، شكرا لكم. إذن الآن انظروا جيدا، سترون بجانب هذه الدمى، هذه الدمى أمثل بها فقط العدد. انظروا إلى هذا الكرسي، وضعت به دمية فقط، وهذا الكرسي وضعت به دميتان، وهذا الكرسي وضعت به
ثم لأنجز بعد التمارين. انظروا يا أطفال، عندما أخاطب واحدا فقط، أخاطب واحد، ماذا أقول؟ أقول له اسمح لي أن أسألك، اسمح لي أن أسألك. أنا فقط أتحدث مع شخص واحد، أنا فقط أتحدث مع شخص واحد، سأقول له اسمح لي أن أسألك، ماذا سيجيبني؟ تفضلي، أين محطة الحافلة؟ هناك، شكرا لك. فكما ترون هنا في الصورة، سيدة تسأل طفلا، طفلا واحدا فقط، فتقول له اسمح لي أن أسألك. قال لها تفضلي. سألته أين محطة الحافلة؟ أجابها هناك. قال لها شكرا. إذا الآن سأنتقل إلى هاتين الدميتين، يعني أنا أخاطب مثنى، مثنى يعني اثنين، اثنين، أنا أخاطب اثنين. ماذا سأقول لهما؟ ماذا ستقول لهذه السيدة لهذين الطفلين؟ انظر جيدا، ستقول لهما اسمحا، اسمحا لي أن أسألكما، اسمحا لي أن أسألكما. تفضلي، أين محطة الحافلة؟ قال لها هناك. شكرا لكما، شكرا لكما، هي تشكر اثنين، فلن تقول شكرا لك، ستقول لهما شكرا لكما. الآن يا أطفال الصغار سأنتقل إلى الجمع. الجمع يعني ثلاث أشخاص فما فوق، ثلاث أشخاص فما فوق. انظروا هنا لهذه السيدة، فهي تسأل ثلاث أطفال، ماذا ستقول لهم؟ ماذا ستقول لهم؟ اسمحوا لي أن أسألكم، اسمحوا لي أن أسألكم. نعم، أجابها، تفضلي، أين محطة الحافلة؟ هناك. إذا ماذا ستقول لهم؟ شكرا لكم، شكرا لكم. هذا هو مخاطب الجمع. إذا يا أبطال الصغار، سوف أراجع معكم هذا التمرين إن شاء الله على الواتساب. انتظروني وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.